تحية طيبة من عاصمة القرار. 2020 عام سيحفر أرقامه عميقة في التاريخ، وستذكره الأجيال على مدى عشرات السنوات، ولن يمحى من ذاكرة الناس الذين شهدوا على أهواله حتى ساعة الرحيل. إنه عام كورونا بامتياز، تسلل إلى أجساد الملايين من البشر دون عوائق، قتل مئات الآلاف من الأرواح دون رحمة، ضرب الاقتصادات العالمية، سجن القوم في منازلهم، قلب نمط حياة البشر رأسا على عقب، غير العادات والتقاليد، وساوى بين الغني والفقير في كافة أنحاء المعمورة. لكن العلم والمعرفة والتكنولوجيا وإرادة بعض الحكومات بدأت تنتصر على آفة العصر، وأضحى اللقاح أملا في بدء رؤية الضوء بآخر النفق. عاصمة القرار في حلقة خاصة اليوم لتسليط الأنظار على هذا الوباء وانعكاساته الصحية والسياسية والاقتصادية، والاستعراض آخر أنباء اللقاح وتأثيراته وانعكاساته السلبية والإيجابية على حياة البشر. نبدأ هذه الحلقة بالترحيب بنايل غاردنر، المدير في مؤسسة هيريتج الأمريكية بواشنطن، والدكتور طلال نصولي، الطبيب والأستاذ في مستشفى جورج تاون الأمريكية بالعاصمة الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك نايل، وبالتالي أنتقل إلى الدكتور نصولي. نايل، بداية، كيف تنظر إلى انعكاسات كوفيد 19 على العالم، وخصوصا دول الشرق الأوسط التي تعاني أساسا من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية؟ شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا البرنامج اليوم. بدون أي شك أعتقد أن كوفيد 19 كان مغيرا للعبة على المسرح الدولي، وكان يشكل تحديا كبيرا للقوى الرئيسية في العالم، كما أنه أثر إلى حد كبير على الكثير من الدول المتصدرة في العالم، والكل يواجه تحد جم من جانب هذا الفيروس. أعتقد أنه في 2021 هذا العام سيكون هناك تعاف كبير على جبهات عديدة، خاصة على جبهة التعافي الاقتصادي العالمي. ستكون سنة أعتقد أن بإمكاننا أن نبدأ في العودة إلى إنتاج لقاح وبسرعة فائقة. رائع جدا أن يتوفر لدينا عدة لقاحات، وتم هذا في وقت سريع، وعادة الأمر يتطلب عدة سنوات لتطوير لقاح. الآن نرى على الأقل ثلاثة لقاحات يتم تجريبها في الولايات المتحدة وواحد في المملكة المتحدة. هذه اللقاحات ستكون أساسية في إعادة العالم إلى الوضع الطبيعي في خلال 2021. قبل الانتقال إلى الدكتور نصولي، نرحب أيضا بالدكتور بيتر بروكس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا. سنعود إليك بيتر بعد قليل، ولكن اللقاح والوباء هو الموضوع الأبرز خلال هذا العام وخلال هذا الوقت أيضا. دكتور نصولي، بدأت عملية التلقيح في الولايات المتحدة. بداية، ما هي مواصفات اللقاحات الجديدة؟ كيف تعمل؟ ولماذا بعض هذه اللقاحات على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع؟ وهل كل اللقاحات ستكون مماثلة لهذا اللقاح؟ شكرا على الاستضافة الأخ ميشيل. ليك بس أنا بدي أوضحها هون شوي على السريع، وهذه بنعرفها. هلا في عنا الفايزر بايونتيك، فايزر أمريكاني، بايونتيك ألماني، هذول اللي طلعوا هلا وصلوا عم نعطيهم هون بأمريكا. الموديرنا هلا طالع الأسبوع الجاي، الـ FDA طلعت على دراسات ممتازة. في عنا الأسترازينيكا أوكسفورد كمان جاي قريبا، نوفافاكس الأمريكاني من ميريلاند، وعندك الجونسون أند جونسون والسانوفي، ديفرنت تايب أوف شو اسمه فاكسين. هلا هذول اللي بدهم أبرتين، أول أبرة وثاني أبرة، تقريبا
ثلاث أسابيع، بين أسبوعين يا أربع أسابيع فرق بين الأوبرا الأولى والأوبرا الثانية. وبعدين في كمان أمور ثانية، الصيني وفي كمان الروسي، السبوتنيك الروسي والساينوفاك الصيني بيعطون كل البكتيريا، عفوا الفيروس، بيعطوا كل الفيروس. هلا بس بدي اشرح شغله مهمه جدا للمستمعين، شوفوا كيف هذا الفيروس، هذا الكورونا فيروس، مظبوط ولا لا؟ الشيء اللي عمله الشركه الممتازه هذه الفايزر والموديرنا، اخذوا بس قسم من الار ان اي هون صغير، انتبه كيف عملوا قسم الار ان اي، لانه هو عنده هالشوك، هذول الحمر، هذول الشوك بيخلوه يفوت على الخلايا تبعونا، هذا نحن الخلايا تبعونا هون هو بيقرب يفوت على الخلايا تبعونا. هلا نحن اذا اخذنا هذه الشقفه من الام ار ان اي واعطيناها لنا، بنصير نطلع نحن بروتينات، انتبهت لي كيف، بتشبه السبايك بروتين، بنعمل اجسام مضاده ضدها، ما بتسمح الفيروس بقى يفوت لجوا. يعني اللي بدي سهل العمليه، هلا هون نحن اخذنا الام ار ان اي، نوع من المواد الوراثي، مش الدي ان اي، هذا الام ار ان اي بنعطيه بالعضل وبيفوت على الخلايا تبعيتها، بس ما بيفوت على النوكليوس، ما بيفوت على النوى، ما بيفوت على النوى، ما تخافوا، بيقول لك عم بيفوت على الدي ان اي، ما له علاقه مع الدي ان اي عمي، هذا بس سنوضح هذه النقاط دكتور. ولكن يعني بماذا تختلف هذه اللقاحات بدايه؟ لا نفس الشيء، هلا الام ار ان اي فاكسين الفايزر بايونتيك والموديرنا نفس الشيء، ام ار ان اي بيستعملوا 95% النجاح تبعهم ممتاز جدا، تبعت الاكيب. بعدين عندنا الاسترازينيكا اوكسفورد كمان حوالي شيء 90%، الفيكتور فاكسين بيستعملوا فيكتور ادينو فيروس وبيحطوا الام ار ان اي فيه. بقى العالم ما بدي اياها تخاف، لانه ما عم نستعمل الدي ان اي، ما عم يفوت على النوى، على النوكليوس، العالم مفكرين انه بده يفوت على النوكليوس تبعنا تعمل لنا تغييرات. هذا هو السؤال الذي يعني سنتوقف عنده بعد قليل دكتور. ولكن بدايه ايضا، بماذا يختلف اللقاح الامريكي عن اللقاح الروسي واللقاح الصيني الذي تحدثت عنه؟ ما هو الافضل؟ أين تثق أكبر أو أين تثق بشكل أكبر؟ سؤال ممتاز. أنا بروفيسور بأمريكا وطبيب بأمريكا وعمل أبحاث بأمريكا ومرخص اشتغل بأمريكا، فبعرف كل شيء. الصيني الأمريكي الصيني ما بقدر أحكي عنه عاطل، بس الدراسات عملت أكثر على الأمريكاني من الصيني. المشكلة الصيني بيعطوا كل الفيروس، يعني بياخذوا الكورونا فيروس بيضعفوه وبيعطونا اياه. انا ما بدي اكله، بيعملوا خربطات. انا بدي بس الانفورميشن اللي بتخليني اعمل البروتين تبعت لي مشان تعمل لي مناعه ضد الشوكه، البروتين السبايك. الشيء اللي انترستنج اباوت ذس فيروس انه تيفوت على الخلايا تبعونا عم بيستعمل الشوك تبعهم، غير عن الانفلونزا فاكسين وغير عن الفاكسين الثاني. بس تعملوا التكنولوجيا هيدي لانه هيدا سبايك بروتين عم بيدل نفس الشيء على طول، ما عم بيتغير. انت لي كيف؟ طيب ماذا عن الروسي؟ الروسي بيعطوا مثل الموديل القديم، مثل تبع الفلو انفلونزا فاكسين، يعني اخذوا كل الكورونا فيروس ضعفوه واعطوه للمريض. فهلا المريض، مش المريض، اعطوه للشخص، والشخص بيعمل مناعه له. المناعة كمان عالية شيء 80-84%، المناعة للأمريكاني 95%، بقى أعلى. الدراسات كلها طلعت، يعني طبعت بأعظم مجلات بالعالم، بالنيو إنجلاند جورنال ميديسن، هذا الفاكسين الأمريكاني فايزر، نيو إنجلاند جورنال ميديسن أعظم مجلة بالعالم، كل العالم بيعرفوها. كثير صعب واحد يعمل منشورات إلا ما تكون مدروسة مضبوط ويفحصوها ولجنة مستقلة تعملها. فأنا بعتقد إنه الام ار ان اي فاكسين مور سبيسيفيك، يعني بطريقة ملموسة بيفوت. هلا العالم ما لازم يخافوا، لأنه نحن عم نقول ما بيفوت على النوكليوس، صح، ما بيقرب على الدي ان اي، العالم هو. طيب ما هي العوار الجانبية لهذا اللقاح دكتور؟ ما هي مخاطره على صحة الإنسان يعني، والعوارض الجانبية تحديدا؟ العوارض الجانبية عملوه على عدد كبير من الناس، طلع 43 ألف شخص عملوه على الفايزر بايونتيك، و20 ألف على الموديرنا، يعني عدد كبير جدا من الناس. انتبهت لي كيف؟ طلع ثلاث أمور، بيعطي وجع راس خفيف، شيء 5% من الناس ما هو وجع راس على حوالي شيء 24 ساعة ماكسيموم، هذه 5% بس، انتبهوا. بيعطي وجع محل نعطي الأبرة، وفي ناس صار معهم حرارة خفيفة على 24 ساعة، أقل من 3-4% من الناس. طيب فعالية هذا اللقاح، هل يؤخذ لمرة واحدة ويتحصن جسم الإنسان، أم
يجب أن يؤخذ كل عام كلقاح الإنفلونزا مثلا؟ لا، أنا بعتقد هذا رح يضل على مدة طويلة. لحلك لأنه هذا الـ mRNA انتبهت كيف عم بيحط البروتين تبع الفيروس اللي بتشبه تبع الفيروس، عم بيحطهم على سطح السيل تبعونا، يعني بتطلع على السطح هون تبعت، وهذه بتدل موجوده، يعني بدل على طول هو عم بيذكر موجوده لاعوام يعني؟ لا، موجوده على سطح الخلايا تبعونا تبعت لي كيف؟ شايفها كيف هون موجوده على سطح الخلايا تبعونا، بتذكر الجهاز المناعه يدل في عنده ذاكره، وفي عندنا التي لينفوسايت CD4 CD8، هذول ميموري سيلز، هذول خلايا الذاكره بتذكر. نعم. يعني لا نحتاج لاخذ هذا اللقاح كل عام؟ ليك ما في انا اقول لك، لانه ما عندنا وقت كفايه عمل، بس نحن درسناه على 6-7 اشهر. نعم. بس انا بعتقد هذا بدل على مده طويله، ونحن ناويين نخلص بالخالص على هذا الفيروس. لحلك كيف؟ لانه اذا العالم اخذتها وحطوا عقلهم براسهم انتبهت لي كيف؟ نعم. نوصل 70%، بده يكون عندنا 70% مناعه للعالم تاخذ الفاكسين تيصير في المناعه. نتحدث على مستوى امريكا او مستوى العالم؟ كل بلد بلده، مستوى امريكا اهم شيء. هلا اذا 70% اخذوا الفاكسين، هذا الفيروس ما بقى بيصير يعمل لنا مشاكل، وبده يختفي، لانه هذا الفيروس ما بيعيش، ما بيتغذى الا بالجسم تبعنا. طيب. اذا ما بيقدر يفوت على الجسم تبعنا لانه عم بيموت دغري بالفاكسين، ساعتها هذا بنخلص منه بطريقه ملموسه. طيب. وعملوا دراسات سريعه، لانه بتعرف هذا قتل 2000 مليونين شخص ب8 اشهر، يعني ماشي بطريقه سريعه. لا، العالم بتخاف، بتقول لك كيف سريعه عملوه بطريقه سريعه؟ نحن نعم. بالزمانات سنتوقف عند هذه الاسئله دكتور، ولكن دعنا نشرك بيتر بروكس ونايل غاردنر. بيتر، يعني من المعلومات الاوليه قبل الدخول في تفاصيل الاشاعات او الاخبار حول هذه اللقاحات، من المعلومات الأولية، هل بيتر ستعمد إلى أخذ هذا اللقاح برأيك؟ هل أنت يعني تثق بما توصلت إليه العلوم لخلق هذا اللقاح؟ نعم، أنا أثق بالعلم وبفعاليتي وسلامتي هذا اللقاح، وبالتالي أنا شخصيا مستعد لأخذه وعائلتي كذلك. ماذا عن نايل؟ نعم، 100%، وسأخذ اللقاح، وهذا اللقاح هو أفضل شيء نعمله. دعونا لا ننسى، هذا تطور رائع مذهل، تطوير 3 لقاحات نتيجة للقيادة الأمريكية على المسرح العالمي سويا مع بريطانيا العظمى أيضا. وأعتقد أنه ضروري جدا أن يأخذ الجميع هذا اللقاح حتى نهزم واحد من أشرس الفيروسات في العصور الحديثة، ضروري جدا أن نأخذه. طيب دكتور نصولي، نصل إلى النقطة التي تريد يعني كما بدأ التركيز عليها. هناك شكوك حول هذا اللقاح الذي تم تطويره بسرعة وبتقنية جديدة، وروايات عن زرع رقاقة في جسم الإنسان عند تلقيحه للتحكم به وما إلى ذلك. ما هي صحة هذه الشكوك؟ وبالتالي ما هي الضمانات التي يمكن أن تعطيها للناس الذين يسمعون هذا البرنامج بأن هذا اللقاح آمن؟ أخ ميشيل، سؤال ممتاز. ليك اللي العالم تسألك إنه كيف هالسرعة هذا طلع اللقاح؟ اللقاحات عدة سنين أكيد، بس نحن عم نحكي شو بس البوليو شل الأطفال أخذ عدة سنين، الإنفلونزا أول ما طلع أخذ عدة سنين. على الأيام هذيك ما كان في كمبيوتر، حتى ما كان عندنا كمبيوتر. هلا نحن جبنا الكود الRNA كود، المواد الوراثي، الكود تبع الفيروس الصيني، هذا الفيروس الملعون عرفنا على مضبوط الكود تبعه،
شيء طلع الكود بالكمبيوتر صار عمليه سهله ينعمل لقاح ضده، لانه التقدم الطبي يعني بطريقه غريبه الشكل صار، انتبهت لي كيف؟ وهذه كلها ساعدت بطريقه ملموسه، وبعدين الحكومه دعمت بطريقه ملموسه ما في شك، لانه هذا كارثه. تصور عم بيقتل 2000 3000 شخص يوميا بالولايات المتحده، بدنا نخلص منه، الدنيا كلها عم بيرش 20000 شخص يوميا، 20000 شخص يوميا. فهذا التقدم اللي بالطب صار بطريقه ملموسه، وحطوا كل العلماء، دكتور منصف السلاوي انا بالحقيقه بدي اتشكره، دكتور انتوني فاوتشي كمان، بس منصف السلاوي اشتغل بطريقه غريبه الشكل، تعرف حط كل العمل سنترلايز كل العلماء سوا. هلا من ناحيه انه في ناس بيقولوا لي انه انا ما بدي اخذه لانه معقول يكون في نانو تكنولوجي يحطوا كمبيوتر صغير وهذا بيعرفني وين رايح وين جاي، ليك بدي اقول له انا للمستمعين بدي بوضحها، ما ينشغل بالكم، العالم عارفه وين رايح وجاي من الموبايل تبعكم، ما بدكم، ما حدا اللي حيعمل فاكسين ولا في موجود قبل الفاكسين، هذا فاكسين صافي معمول بطريقه منظومه الكم تنخلص من هالكارثه الكبيره ونشوف شو عم بيصير، هذا عم بينعطى بطريقه صافيه، كل العلماء عملوا دراسات عليه وتفحصوا، والاف دي اي والسي دي سي والمؤسسه اللجنه المستقله كلياتهم طلعوا فيه، ومثل ما عم اقول لكم هذه الطريقه الوحيده اللي حنخلص منها. طيب هل اخذت هذا اللقاح دكتور؟ او نعم. تنوي هل اخذت هذا اللقاح ام ستاخذه قريبا؟ بعد ما وصل لي انا ناطره، بعد ما وصل لي، ما بخاف الابر بس بعد ما وصل لي اكيد. هلا اللي بيشتغلوا بقلب المستشفيات، انا ما مش فول تايم بالمستشفى، بنعمل دراسات عليه وكذا، بس اكيد هلا اهم شيء الاطباء اللي عم يشتغلوا مع المرضى اللي كمان عم بيقتلوا الدكاتره. يعني ستاخذ اللقاح اذا الله راد؟ معلوم صح، اكيد خلي وصلنا نعطي نحن الاوليه للناس اللي متعرضين عليه. هذه الطريقه الوحيده. هل من ياخذ اللقاح برايك يجب ان يواصل اتخاذ اجراءات الوقاية كوضع الكمامة والحفاظ على مسافة 6 أقدام وغسل اليدين باستمرار؟ وهل من يصاب بالفيروس يحقق المناعة وليس بحاجة إلى اللقاح؟ مظبوط، بدنا نستعمل الكمامة، بدنا نستعمل الابعاد الشخصي الجسدي لحلك، لأنه حتى لو تعرضنا على الكورونا فيروس بيفوت كورونا فيروس على الشخص، تبعت اللي كيف ما بيمرضوا، ما بيمرض الواحد، بس بيصير في تكرير شوي بالزلعيم وبالإنف، ومعقول يعدي غيره، تبعت اللي كيف هذه ما بنعرفها 100%، بس لهذا السبب هلا تبلش نخفف العدد ونبلش ان نعمل كنترول على هالبانديميك الوباء اللي طالع، ساعتها بنخفف هالامور هذه. بس بالوقت الحاضر الجواب هو نعم، لانه بنضل منتبهين، وما بدنا نعدي الناس الكبار بالعمر اللي يمنعون مشاكل في القلب. طيب. اللي عندهم سكري، اللي عندهم امور من هالنوع. سؤال اخير دكتور نصولي، مع بدء عمليه التلقيح في امريكا والعالم، متى نخرج من النفق المظلم ومتى ستعود الحياة إلى طبيعتها، وهل ستعود إلى طبيعتها بعد صح. التلقيح؟ مظبوط، سؤال كمان ممتاز، ليك بده ياخذ وقت، بدي قبل ما انسى بدي اقول انتبهوا على 5 ثواني بس، انه ما انتبهوا على الفيسبوك والانستغرام، عم بيحطوا افلام، عم بيحطوا امور غلط كامله غلط، ما لها علاقه مع الطب اطلاقا، وفي دكاتره صح. في دكاتره فاشلين شالوا لهم اللايسنس تبعولهم، وهذول جماعه ما لازم واحد ينتبهوا كثير، بدكم ترجعوا على السي دي سي، على وزاره الصحه تبع بلدكم، رجعوا على الدبليو اتش او اذا بدكم، هذول الشيء ممتاز اللي بيجي. هلا قد ايه بده ياخذ وقت؟ انا بعتقد بطريقه دغري بدي اقول لك الجواب، بدنا حوالي 3 إلى 6 أشهر تالامور تصير ويل كنترول، لانه بده ياخذ وقت توزيع اللقاح والعالم تاخذ اللقاح ويبلش اللقاح ينزل على مهله شوي شوي، وان شاء الله الامور نخلص من هالكارثه الكبيره. يعني بدايه الصيف المقبل ستكون عمليه بدء الخروج من النفق؟ اذا الله راد، لانه هذا مثل ما شفنا كان ماشي مثل الترين وما عم بيوقف. دكتور نصولي نشكرك على المشاركة في عاصمة القرار. فاصل قصير وبعده، هل وفر الوباء بعض الضمانات لبعض الحكومات في المنطقة؟ أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، ويبقى معنا بيتر بروكس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ونايل غاردنر مدير في مؤسسة هيريتج الأمريكية بالعاصمة واشنطن. بيتر، هناك دول عربية بدأت بالمصادقة على اللقاح الصيني رغم عدم إبراز المعلومات والمعطيات العلمية وفي غياب الشفافية الصينية، هل يمكن الوثوق باللقاح الصيني برأيك
وبالتالي هل تشجع الدول العربية على اعتماد هذا اللقاح؟ طبعا نحن نريد أن نرى البيانات والمعلومات، وبالعودة إلى مصدر هذه الجائحة منذ حوالي عام، الحالة الأولى في الصين ظهرت في بداية شهر ديسمبر كانون الأول قبل أن تعلم الصين عن الوباء في الشهر التالي من العام الماضي، وبالتالي هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالشفافية عندما نتكلم عن الصين، وكان هناك تغطية وإخفاء المعلومات المتعلقة بالفيروس، وفي حينه كان هناك أيضا بداية انتشار الإنفلونزا مع موسم الخريف، ولم تصلنا المعلومات. وبالتالي أنا لأنني لست طبيبا أترك للعلماء والأطباء والمؤسسات التي تشبه مؤسساتنا كالـ FDA أو CDC لأن ينظروا إلى المعطيات التي تقدمها الصين عن لقاحها، هو أمر مهم. طبعا أنا ليس لدي إمكانية النفاذ إلى المعلومات التي تأتي من الصين، ولا يمكنني على أي حال أن أفسرها بالطريقة الملائمة، الأمر يعود للعاملين في المجال. يعني نتحدث عن المجال السياسي والاقتصادي وليس المجال الطبي، وهذا المقصود بما إذا كنت تؤيد أو تشجع الدول العربية. على كل نايل غاردنر، هل برأيك كان للوباء وجها إيجابيا استفادت منه بعض الحكومات في المنطقة في الشرق الأوسط تحديدا لتخفيف الضغط الشعبي بعدما شهدت مظاهرات كبيرة كادت تؤدي بسقوط هذه الحكومات، وبالتالي هل أن اللقاح سيكون سببا ربما لعودة التظاهر وبالتالي لإسقاط بعض الحكومات؟ هذا سؤال مثير للاهتمام. أقول أن كوفيد 19 كان تأثيره سلبيا جدا، ولكن من الناحية الإيجابية فيما يتعلق بالتطورات التي شهدناها في الشرق الأوسط في آخر سنة، أود أن أشير وبشكل متزايد إلى العلاقات الجيدة بين إسرائيل ودول الخليج الرئيسية. الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق إبراهيم في البيت الأبيض في سبتمبر، ورأينا تطورات إيجابية تظهر. في نفس الوقت رأينا إضعاف لأكبر ديكتاتورية في الشرق الأوسط وهي إيران. إيران كانت أو تعرضت إلى عقوبات أمريكية قاسية في العام الماضي، وأعتقد أن عهد كوفيد 19 كان سلبيا، ورد إيران على الجائحة كان غير فعال، وكان هناك معارضة شعبية للنظام وتزايدت في العام الأخير، ورأينا إلى حد كبير رأينا بعض التطورات الإيجابية تجاه السلام الأشمل في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت إضعاف لأخطر دولة في الشرق الأوسط وهي النظام الإيراني. إذن كانت هناك أشياء إيجابية نتيجة للجائحة في آخر عدة أشهر. طيب، أبرز تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن حول كورونا ومسؤولية الصين. الحقيقة المرة هي أن دونالد ترامب ترك الولايات المتحدة من دون حماية في مواجهة هذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات الخبراء ووكلاء الاستخبارات، وبدلا من ذلك وضع ثقته في قادة الصين، والآن نحن ندفع الثمن. عندما أصبح رئيسا سيعود مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للعمل في الصين. سأشدد على أن يفي الصينيون بالتزاماتهم بدل ائتمانهم على صحة وسلامة الأمريكيين، وسأطالب بتحقيق دولي مستقل في ظروف ظهور وانتشار كورونا وكيفية تعامل الصين معها. بيتر، هل تؤيد إجراء تحقيق دولي في ظروف ظهور وانتشار كورونا وكيفية تعامل الصين معها، أم برأيك أن الأمور واضحة وبالتالي يعني يجب اللجوء إلى مطالبة الصين بتعويض المجتمع الدولي عن الخسائر التي تكبدها؟
ميشيل، حتى الآن بعد سنة كاملة لا نعرف ما هو مصدر هذا الفيروس في ووهان في الصين حتى الآن. وإن كنا نريد أن نمنع حصول أمر مشابه في المستقبل، ونعرف أن هناك الكثير من الأمراض المعدية الخطرة التي تنتقل من الحيوان إلى البشر مباشرة أم لا، كما رأينا مثلا مع حمى الخنازير وأنفلونزا الطيور وغيره، علينا أن نعرف ما هو المصدر. ولكن حتى الآن الصين لم تتعاون مع المجتمع الدولي بما فيه مع منظمة الصحة العالمية التي هي كانت صديقة مع الصين، ونحن مجددا لن نتمكن من مواجهة هذه المشاكل إن لم نحصل على المعلومات. الصين هنأت نفسها لردة فعلها في مواجهة الجائحة، ولكن الواقع هو أن الصين أخطأت إلى حد كبير في بدايات انتشار الفيروس، ولم تقف الرحلات الداخلية والخارجية، ولم تتكلم عن بدء انتقال الفيروس من البشر إلى البشر، لائحة من الأخطاء الكبيرة. وبالتالي علينا أن نعرف تماما ما حصل وكيف، ليس فقط لحماية الشعب الصيني في المستقبل، ولكن لحماية العالم برمته، لأنه طبعا كل الدول قد تأثرت بهذا الفيروس. نايل، يعني مطالبة الرئيس المنتخب بتحقيق دولي، هل يمكن يعني الوثوق بتحقيق دولي؟ شاهدنا محاكمة دولية في انفجار بيروت وقتل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، المحكمة أصدرت حكمها بعد 15 عاما القتلة فارون. COVID-19 outbreak certainly is a good suggestion. ولا أعتقد أن الفكرة الأساسية جاءت من جو بايدن، أعتقد أن إدارة ترامب كانت تدعو إلى ذلك لفترة من الوقت. السؤال من يقود هذا التحقيق وأي دول تشكل جزءا منه، هذا مهم جدا. وأعتقد أن حقيقة أن الصين تصرفت بطريقة غير شفافة منذ بداية الجائحة، والصين أيضا في رأيي سعت لترهيب منظمة الصحة العالمية كي تقلل من شأن مدى الفيروس في بدايته، وهذا غير مقبول. علي أن أقول أن هذا يجب أن يكون تحقيقا بقيادة الأمم المتحدة، وهذا سيكون ضعيفا لأن الصين كعضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي سيكون لها نفوذ كبير على أي نوع من تحقيقات الأمم المتحدة. نفس الشيء ينطبق على روسيا، إذن الصين وروسيا تتواطئان، وأي نوع من تحقيقات الأمم المتحدة ستقوض من جانب بكين وموسكو. طيب بيتر، يعني ما هو سر العلاقة بين الصين ومدير عام منظمة الصحة العالمية؟ وهل يمكن الوثوق بالمنظمة؟ والمنظمة تقول اليوم إنه بعد سنة على ظهور أول حالة في ووهان أو حالات في ووهان، تقول المنظمة أنها ستبدأ قريبا مع علماء من الصين وعلماء دوليين في البحث عن مصادر الوباء في ووهان. أليس هذا الأمر متأخر؟ طبعا لطالما كان هناك طلب لدى المنظمة، منظمة الصحة العالمية، لتقوم بتحقيق ما. المنظمة وقادتها قد انتقدوا لتنويههم بردة الصين لفيروس كورونا في البدايات رغم البطء والتأخر، والمنظمة تأخرت بعد شيء قبل أن تعلن أن الوباء تحول إلى جائحة، ولم تطالب بحظر السفر الدولي إلا بعد فترة طويلة. وبالتالي هنا أيضا نحتاج إلى تحقيق. كما أفهم الأمور أنا ميشيل، منظمة الصحة
العالمية ترفض أن يكون هناك تحقيق حول سجلها هي كمنظمة في مجال الفيروس. طبعا ربما نقول أننا نحن الآن نواجه الأزمة وعلينا أن ننتظر حتى نهايتها للتحقيق، ولكن لابد من أن يكون هناك نوع من التحقيق حول أداء منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالفيروس. للأسف رغم أنني أتفق مع ما قاله الدكتور غاردينر، لا أعتقد أن الصين ستتعاون، وأشكك كثيرا بأننا سنحصل على تحقيق دولي نزيه وواضح يتعلق بما فعلته الصين. ولا أعتقد أيضا أن الصين ستتعاون مع هذا التحقيق. قد يتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ولكن لا أعتقد ذلك أيضا. منظمة الصحة العالمية كما قلت أيضا يجدر أن يحصل تحقيق فيما يتعلق بأدائها، ربما لتحسين أداء هذه المنظمة في إطار جائحة أخرى. طيب نايل، إذا كان من الصعب إجراء تحقيق، وهذا ما تجمع عليه أيضا مع بيتر، لأن الصين لن تتعاون مع المجتمع الدولي أو مع المنظمات الدولية، طيب عندها من يمكن أن يثبت أن الصين وراء هذا الوباء، وبالتالي يجب مطالبتها بتعويض المجتمع الدولي عن الخسائر البشرية والاقتصادية؟ وإلا برأيك هل يعني ستذهب الأمور يعني كما هي عليه من دون أن يتحمل أي طرف مسؤوليته؟ هذه نقطة مهمة جدا يا ميشيل، وكما قال الدكتور بروكس فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، هذا هو الكيان الذي عادة نثق في قيامه بالتحقيق بشأن أصل الفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية تعاونت عن كثب مع النظام الصيني، واستقلالية المنظمة كان موضع تساؤل ليس فقط من جانب أمريكا وإنما من جانب دول عديدة. وأعتقد أن الثقة بالمنظمة هو أو هي أقل ما يمكن. لهذا السبب إدارة ترامب سحبت تمويلها للمنظمة. أعتقد أن بايدن، إدارة بايدن، سيستعيد التمويل للمنظمة، ولكن الضرر لسمعة المنظمة الذي ألحقته بنفسها، هذا الضرر تم بالفعل. ولكن الانسحاب من المنظمة لم يغير شيئا أيضا. نعم، منظمة الصحة العالمية لا نثق في قدرتها على القيام بتحقيق مستقل في أصل الفيروس، والصينيون أيضا لن يتعاونوا مع أي نوع من التحقيقات الدولية. الصين ستسعى لإخفاء دورها في محاولة أو عند محاولتها منع انتشار الفيروس، ورأينا دعاية صينية كبيرة على المسرح العالمي وأعادت اختلاق قصة أصل الفيروس. الفيروس بالتأكيد جاء من الصين، والصين لا تريد قبول المسؤولية. طيب بيتر، يعني خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة وعدم تمويلها، ماذا غير؟ أعتقد أنه أظهر أن أمريكا، وهي الدولة التي تغطي 22% من تكاليف المنظمة أكثر من أي دولة في العالم، لن تقف إلى جانب المنظمة التي لا تقوم بواجبها وفق ولايتها كما هو ضروري. وإن قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى منظمة الصحة الدولية، يجدر أن تتأكد أن هناك تحقيق مستقل يحصل حول أداء المنظمة. لا يمكن للمنظمة أن تقوم بنفسها بتحقيق من هذا النوع. برأيي لابد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلب وأن تطرح الأسئلة حول أداء هذه المنظمات و بما فيها منظمة الصحة العالمية التي أخطأت، ونحن نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي قبل العودة إلى المنظمة لابد من المطالبة بتحقيق. بيتر بروكس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، شكرا لك. نايل غاردنر،
على المستوى المهني والأكاديمي، شكل الوباء نقطة تحول جوهرية جعلت العمل والدراسة والطبابة عن بعد أمرا شائعا. برأيك هل هذا النمط سيكون معيار المستقبل وستتخلى الشركات والمؤسسات الكبرى عن المباني الضخمة ويقتصر عملها على الإنترنت، أو برأيك سنعود إلى النمط السابق مع بدء تطبيق اللقاح والحصانة للبشر؟ نحن شاهدنا بالفعل خروج للكثير من الشركات من مراكز المدن في الولايات المتحدة وفي أجزاء كثيرة من العالم الغربي، وبدون شك من أجزاء من الشرق الأوسط. وأعتقد أن العالم الذي ننظر عليه في العقود القادمة بالتأكيد سيمر بتحولات، وسيكون هناك تأكيد على العمل عن بعد، ولكن الشركات الكبيرة تريد أن يكون لها مقرات في مدن كبيرة مثل نيويورك، لندن، باريس أو برلين، ولا أعتقد أن هذا سيتغير. ولكن شاهدنا بالتأكيد أعداد متزايدة من الناس الذين يعيشون في مراكز المدن الكبيرة يهجرونها إلى الضواحي، ليس نتيجة لكوفيد 19 وإنما في الولايات المتحدة نتيجة للاضطرابات المدنية، وشهدنا هذا في العام الماضي. هناك الكثير من العوامل، وأتوقع أن نرى استمرار للهجرة، هجرة العمال من المدن الكبرى، والشركات الكبيرة تريد أن يكون لها مقرات في هذه المدن، وبالتالي هذا جزء مهم من عملياتها ومهم أيضا بالنسبة للمكانة. متى يبدأ تعافي الاقتصاد العالمي بعد كورونا؟ وينضم إلينا بعد الفاصل جيم أستل، مدير مكتب واشنطن في مجلة الإيكونوميست. أهلا بكم من جديد العاصمة القرار. ينضم إلينا جيمس أستل، مدير مكتب واشنطن في مجلة الإيكونوميست من العاصمة الأمريكية، ونايل غاردنر، مدير في مؤسسة هيريتج الأمريكية، ويبقى معنا. أهلا بك جيمس. السؤال نفسه الذي سألناه قبل قليل لنايل حول العادات والتقاليد التي خلقها وباء كوفيد 19، وخصوصا فيما يتعلق بالدراسة عن بعد، العمل عن بعد، هل سيحتفظ أو تحتفظ المجتمعات بهذا التقليد بعد بدء التلقيح، أم سنعود إلى النمط السابق برأيك؟ أنا متأكد أننا سنرى مزيجا، بمعنى أن بعض الدول التي ليست في مستوى تقدم، دول الغرب أو دول جنوب شرق آسيا، قد تعود إلى ما كانت عليه سابقا، ربما لن تتغير كثيرا. ولكن فيما يتعلق بالاقتصاديات الغربية، أعتقد أننا سنرى تسرعا لهذا التوجه الذي كان قد بدأ نحو الرقمنة والعمل عن بعد. وأعتقد أننا سنشهد تغيرا، ليس تغيرا شاسعا، بل تسريع لنمط كنا بدأنا نشهده قبل الجائحة. طيب، الوباء أدى بحسب البنك الدولي إلى أعمق ركود اقتصادي في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، نتيجة إغلاق الاقتصادات العالمية وتحمل القطاع الصحي أعباء كبيرة. هل من أرقام حول قيمة الخسائر الاقتصادية العالمية، ومتى يمكن للاقتصادات أن تبدأ بالتعافي برأيك؟ التوقعات الإيجابية أو المتفائلة لصندوق النقد الدولي هي أننا سنشهد عبر العالم تراجعا كبيرا في الاقتصاديات، ربما بنسبة 4%.
رغم أننا رأينا تعافياً قوياً في الصين وكذلك في أمريكا مؤخراً مما خفض من بعض التوقعات المأساوية التي كنا نراها، ولكن على أي حال كما قلت سنرى تكلفة تاريخية على مستوى الاقتصاد العالمي. كما قلت صندوق النقد الدولي أشار إلى النمو التدني في النمو، ولكن ربما بعد سنة سيكون لدينا أيضا عودة إلى نمو يصل إلى 5%، ولكن ما سيبقى هو عدم توازن في الأداء وهو اختلالات كبيرة على المستوى الاقتصادي بين الدول. أمريكا قد تعود إلى ما كانت عليه قبل مرحلة كوفيد-19، بمعنى في نهاية العام 2018، وقد نرى أيضاً الاقتصاد الصيني ينمو مقارنة إلى ما كان عليه قبل كوفيد، ولكن الدول الأوروبية ستتأخر مقارنة بأدائها في العام 2019، وبالتالي كما قلت سنرى اختلافات كثيرة، وبدأنا نرى ذلك فيما يتعلق بتعافي الاقتصاديات المختلفة. وماذا عن الدول النامية التي تعاني من اقتصاديات منهارة وأوضاع يعني اجتماعية سيئة؟ لو نظرنا إلى أفريقيا على سبيل المثال، وكانت هناك مخاوف كبيرة جدا تتعلق بتأثير الجائحة وانتشارها في القارة الإفريقية، في الواقع إن السيناريو الأسوأ لم يحصل، ربما لأن غالبية السكان في الدول الإفريقية من الشباب، وربما لأنه كان هناك تركيز على النظم الصحية. على أي حال أداء الدول الإفريقية كان أفضل بكثير من العالم الغربي، أو تأثير الجائحة في إفريقيا كان أقل بكثير مما كان عليه في الدول الغربية، وطبعا هناك طلب للموارد الطبيعية الإفريقية، وبالتالي هذا يعني أن التوقعات المتعلقة بإفريقيا هي أفضل بكثير. الهند على سبيل المثال الأمر فيها يختلف، لأن الهند تأثرت إلى حد كبير بالجائحة، وجزئيا أيضا بالسياسات الحكومية المعتمدة وسوء إدارة الحكومة للسياسات الاقتصادية وبعض المخاطرات السياسية وعدم التركيز على الصحة. طيب جيمس، الإحصاءات تشير إلى أن الوباء دفع بما بين 88 مليون و115 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال هذا العام. كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ ما هي انعكاساته؟ ومن من الدول يمكنه مساعدة هذه يعني الدول التي تعاني من هذا الفقر في ظل اقتصاديات منهارة يعني في جميع أنحاء العالم؟ نعم، كما قلت الصورة مختلفة بين دولة وأخرى فيما يتعلق بالتعافي من الجائحة، هذا يعني أن هناك بعض الأمل، خاصة فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الصيني وعودة الطلب للسلع في الصين، وهذه سلع تقدمها دول كالهند وجنوب شرق آسيا، وبالتالي هذا سيسمح بتعافي التجارة وبعد ذلك تحسن الظروف الاقتصادية. ولكن من دون شك المآسي التي تأتت عن الجائحة كبيرة جدا، مما يعني أنه لابد من أن نعود إلى حجة دعم التعاون المتعدد الأطراف عبر العالم والتعاون المستمر على كافة المستويات، ونتمنى أن يحصل ذلك مع الإدارة الأمريكية الجديدة. أبرز تصريحات الرئيس ترامب حول مسؤولية الصين في الوباء وضرورة محاسبتها.
نحن منخرطون مجددا في تحد دولي. نحن نخوض حربا شرسة ضد العدو الخفي الفيروس الصيني الذي أودى بحياة الكثيرين في 188 بلدا. في الولايات المتحدة جندنا كل الموارد بصورة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. علينا أن نحاسب البلد الذي أطلق هذا الوباء على العالم، الصين. جيمس، يعني هذا السؤال كنا قد سألناه لنايل وبيتر قبل قليل حول محاسبة الصين وتحميلها مسؤولية ما حصل وتحملها أيضا أعباء الخسائر البشرية والاقتصادية. كيف يمكن محاسبة الصين على ذلك؟ وهل يمكن برأيك أن تلجأ إلى دفع تعويضات للمجتمع الدولي؟ لا طبعا، لا أعتقد أن الصين ستدفع تعويضات للمجتمع الدولي بتاتا. هناك ربما إمكانية للتعاون في مجال الصحة العامة مع الصين على المستوى الدولي، ويجدر أن يكون هذا الموضوع أولوية دبلوماسية. وأعتقد أن أمريكا أيضا في تعاطيها مع الصين ستطالب الصين بالمزيد من المساءلة، وكذلك لابد من العمل على التعاون في مجال الأمراض المعدية بين الصين والعالم كما كان الحال عليه قبل هذه الجائحة. بالتالي يمكننا أن نركز على إمكانيات التعاون مع الصين، ولكن أن يكون هناك تعويضات لا أعتقد أن ذلك منطقي أو جدي. أعتقد أن ذلك يعود إلى السياسات الداخلية للرئيس ترامب. جيمس، برأيك كيف سيؤثر بدء اللقاح على التطبيق يعني في الولايات المتحدة وبعض الدول المتحضرة؟ كيف سيكون أثره على الاقتصاد العالمي؟ وهل من مصلحة للدول الكبرى برأيك في توزيع اللقاح على الدول الفقيرة للمساهمة بالتعافي الصحي والاقتصادي؟ نعم، أعتقد ذلك. لا أعتقد أن واشنطن أو لندن أو دول أخرى بدأت تنتج اللقاح. لا أعتقد أنها بدأت بالتركيز على هذا الموضوع، ولكن من دون شك نحن تعلمنا من الجائحة أننا مترابطين على المستوى، أننا مترابطون على المستوى الدولي، أن هناك ترابط في مجال النظم الصحية، وأن التعاون لا بد منه طالما أن هناك مرض كوفيد-19. فأعتقد من دون شك أننا سنرى تعاونا في هذا المجال. فيما يتعلق بالسؤال الأول حول اللقاح، هو واعد بالنسبة للمجتمع الطبي وللتعافي في المملكة المتحدة وفي أمريكا وفي دول أخرى ستبدأ بتوزيع اللقاح. أعتقد أن الأخبار سارة وواعدة. طيب نايل، في نهاية هذه الحلقة أيضا، ماذا علمنا الوباء وماذا سيتغير بعده؟ هذا سؤال مهم جدا. أقول أولا، القيادة الأمريكية على المسرح العالمي تهم كثيرا، ورأينا هذا فيما يتعلق بعملية السرعة الفائقة وتطوير لقاحين رئيسيين بفضل استثمارات الحكومة الأمريكية، واللقاح الثالث تم تطويره في المملكة المتحدة بتعاون أيضا من عملية السرعة الفائقة. القيادة الأمريكية كدولة عظمى مهمة جدا، ورأينا هذا في تطوير اللقاحات، وأيضا ستعيد العالم إلى وضعه الطبيعي. هذا هو الشيء الأول. ثانيا، رأينا
أكبر ديكتاتورية في العالم، الصين وروسيا مثلا، تلعبان دورا خصوميا بشكل متزايد، ورأينا أدوار مفيدة غير مفيدة تلعبها بكين وموسكو خلال جائحة كوفيد-19. وهذا الصدام بين العالم الحر وبين العالم الديكتاتوري، هذا الصدام سيعزز في فترة ما بعد الجائحة. وواضح جدا أن أفعال الصين وروسيا خلال الجائحة كانت معيبة، وأعتقد أن هذا سيزيد الانقسام بين العالمين. نايل غاردنر، المدير في مؤسسة هيريتج الأمريكية بواشنطن، شكرا لك. وجيمس أستل، مدير مكتب واشنطن في مجلة الإيكونوميست، نشكرك أيضا. إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم. تحية طيبة مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.